المشكلة بأكلنا مش التمر، المشكلة الطحين. Eat and drink and don't waste. See, when you eat extra it's waste. That's what I'm telling you. السلام عليكم. Making date square. You need 4 cup coconut flour, 1 cup almond flour, 1 cup flaxseed meal, 3 cup psyllium husk, half a cup sesame seeds, 3 cup monk fruit grind like powder, 1 tablespoon anise seeds in powder, 1 tablespoon baking powder. السلام عليكم. هعمل مربعات العجوة. بدك 4 طحين جوز الهند، فنجانين طحين اللوز، فنجان بذور الكتان طحين، ثلث معلقة سيليوم هاسك، نص فنجان بذور السمسم، ثلث فنجان مونك فروت بودرة، معلقة ينسون مطحون ومعلقة بيكنج باودر. هلا عنا فنجان سمنة طبيعية. We gonna heat it to get hot. حنسخن فنجان الزبدة. See? كلها اتبلت في الزيت. It's all mixed with the butter. All of it mixed real good. Now what I do? 1 cup, half and half with almond milk. See, you mix it. شايفين؟ لانه طحين جوز الهند والسيليوم هاس بمتص الميه، فحطيت فنجانين حليب وححط فنجان ميه سخنه، فنجان كوكونات فلاور اند سيليوم هاس ابزورب ذا مويست. But see now it's perfection. See? Good. This is excellent. ما بتعجني عجين، بتلم لم. شايفه؟ Then we're gonna leave it for 10 minutes. Then we come back. فين لميتها وحتركها 10 دقايق وارجع. فين العجينة خمرات؟ هاخد نصها. شوفوا الصينية، حطيت عليها زبدة بس. أي عجين في طحين اللوز وطحين جوز الهند لازم تستخدمي بلاستيك تحتي. تفرديها. تجيبي تبعة البيتزا بتقصيها عشان بدنا اياها عقد الصينية. تلم الباقي حنشيلها ونحطها بالصينية. gonna pick it up and put it in the tray. شوفي كيف عملتها، هي مديتها بالصينية. هلا بدنا نحط الطبقة الثانية فوقيها، طبقة التمر. I'm gonna do the second one date then same one. فين التمر بدك تستعمل هاي حق هاي 14 أونس. هاي معجونة وخالصة ناعمة، يعني شايفة معجونة اوريدي. حطي شوية زيت زيتون. شايفين هذا جوز مطحون، ححط نص فنجان مكسر. I love it. يا الله ما اطيبه. وححط معلقة قرفة. هذه كله بعطيها طعم زاكي. وهذا الشومر. We have cinnamon, we have walnuts, we have date and olive oil. And this is fennel seeds. And this is anise seeds. هذا ينسون مطحون. وبتعجنيهم مع بعض. شايفين؟ طلعي. هلا بتحشيه بيكون نصها الجوز هذا. هي جاهزة. هلا بنبدأ. شايفين التمر؟ بدنا نمده عشان نعمله نفس الغطاء للعجينة. هلا برجع لكم. شايفين؟ I roll it. Right. شايفين هلا الطبقة الثانية فوقيه. Next the other layer. Oh, the second half, the second layer. You enjoy. هلا
هلا بحطها فوق الصينية وبرجع لكم. شايفين قسمتها مربعات هلا في الملاط. اعملي اني ديزاين. I'm just giving you an idea. بعطيكم فكرة كيف تزينوا. 350 for 40 minutes. هحطها على 350 40 دقيقة. إذا بدها تحمير حمريها. شوفوا ما شاء الله. لك لك لك. يوم 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 يوم. ما شاء الله. Smell. You don't have any idea. شوفوا ما أحلاها ما شاء الله. هاي كولي وانبسطي. شوفوا هلا ممكن انت تطلعي هلا تحكوا العجوة التمر سكر. المشكلة بأكلنا مش التمر، المشكلة الطحين، المشكلة السكر، المشكلة الزيوت المهدرجة. لكن التمر ما بضرش اللي منزيده على التمر. بعدين تعال أقول لك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان وجبته التمر، يعني كان يأكل 3 تمرات، السنة لـ7 صح؟ إحنا الأيام هاي شو بنعمل؟ نأكل 3 تمرات وبنبدأ نتعشى صح؟ لا هيك منه بتاكلي شايفة. هذه لوز، هذه مكسرات، هذه مش حتسوي أي إشي في جسمك. وصدقيني لما بتصيري في النظام هذا، لما تاكلي النظام اللي إحنا عاملينه، مش هتقدري تاكلي أكثر مما يحتاجه جسمك والله، لأنه جسمك تأقلم على إنه هرمون الجوع يعني أكتيفيت هرمون الجوع وهرمون الشبع. شايفة؟ فعشان هيك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدق الله العظيم. This is date square, see? And you say too much date. No, no, the problem not the date. The problem the flour, the problem hydrated oil, the problem the sugar. But date itself, it's a whole meal. That's why الرسول صلى الله عليه وسلم used to eat 3 dates to 7, not extend 7, because it's sunnah. And that's his meal. He didn't have the date, then he have his meal. Or he have his meal, then he will snack on date. No. That's what available date. See? See? And Allah subhanahu wa ta'ala says, كلوا واشربوا ولا تسرفوا. Eat and drink and don't waste. See? When you eat extra, it's waste. That's what I'm telling you.